هذا شانه خصام جدال مزاع، ولا بد قولوا بقولنا، واللي ما يقول رأينا ولا قولنا خبيث مجرم خارج من الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش هذا المصيبة؟ فهذا نوع من الهواء في الدين خارج عن حقائق الدين، يبتلى به من يبتلى، يدنس أديانهم ويوحشها، يصير شانهم الخصام والجدال في الدين ليل ونهار، يفكرون في الجدال، حتى وحدهم ما أحد عندهم يفكرون في الجدال ويتجادلون بالضروري، وفكروا في الجدال، في الصلاة وفي الجدال، خارج الصلاة في الجدال، يناموه في الجدال، يذبحوا في الجدال، أقول لهم بفعل لهم بنزلهم برد عليهم في هذا بفعل فيهم كذا، إن كتب جدال وإن تكلم جدال وإن تحاور جدال، إن حصلك في السيارة جدال، إن حصل في الطائرة جدال، إن حصل في المطار جدال، إن حصل في الشارع جدال جدال. هذا شأنه. ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، وهذا شأنهم الجدال. ولما مر صلى الله عليه وسلم على جماعة فكان يتكلمون في بعض أسرار القضاء والقدر مما لا ينبغي الخوض فيه وإشاعته، فوقف: أبي هذا أرسلت إليكم؟ أبي هذا أمرتكم؟ قوموا فانظروا ما أمرتكم به فتمروا ودعوا. ما تفتحون أبواب الخوض فيما لا يعني وفيما لا يفيد في الدين وفيما يتجاوز عقول العامة، تحطونه على بساط العامة؟ فساروا